اهلا وسهلا بحضراتكم. القراءه الاسبوعيه في المشهد السياسي بصحبه المفكر الاستاذ الدكتور عبد الحليم قنديل. مساء الخير دكتور واهلا وسهلا. مساء النور. اهلا وسهلا دكتور. الحديث يتواصل والاستفزازات الاسرائيليه كمان مش بتتواصل، لا ده الحقيقه بتتصاعد وتيرتها بشكل مثير ومستفز. وصلت الى الاعلان الجنوني اللي قاله النهارده بن جفير وزير الامن القومي الاسرائيلي عن نية اسرائيل لاقامة ما سماه بالكنيس اليهودي في المسجد الاقصى. ومنذ ان اطلق هذا الاعلان المستفز واعاد لينا كلنا الحقيقة، وده غلطة مننا ان احنا كلنا كنا نسينا هذا الملف، اعاد لينا الملف اللي اسرائيل تشتغل فيه بنظام السلحفاة اللي هو ملف تهويد القدس والغاء كل معالمها وملامحها الاسلامية واليهودية. بس على حتى قبل الملف بتاع تهويد القدس، الدلالة السياسية لتوقيت الإعلان زي ما أنا قلت يمكن للمشاهدين هذا معناه أن إسرائيل لا تريد الأوضاع أن تهدأ، وده مش كيان عايز لا تهدئة ولا سلام. يعني هو من المؤكد يعني أنه هذا الكيان لا يريد تهدئة ولا سلاما. اثنين، من المؤكد أن هذا الكيان ومنسميه نحن في الإعلام العربي بتيار اليمين المتطرف في هذا الكيان هو ليس وليد اللحظة ولا وليد السنوات الأخيرة، هو وليد 20-30 سنة الأخيرة. حصل زحف هائل لهذا التيار في التجمع الإسرائيلي أو قل إن شئت المجتمع الإسرائيلي، وتطور الآن لم يعد الأمر أمر سموتريتش ولا بن جفير ولا هذه المخاتلات التي تجري كما جرى اليوم مع إعلان بن جفير أن يصدر مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بيانا يقول أننا نريد أن نحافظ على الوضع القائم في المسجد أو في جبل الهيكل، هذه التسمية من جانبهم للمسجد الأقصى، أو أنه تحدث استنكارات من وزير الداخلية أو هذا الكلام كله يدخل في نطاق توزيع أدوار معتاد. إنما هذا هذا الانتقال إلى تهويد، ليس فقط تهويد القدس، ذات تهويد المسجد الأقصى وبناء ما يسمى هيكل سليمان وإلى آخره، يمضي بخطى وإيدة لكنها مضطردة من سنوات. حتى الأساطير من نوع البقرة الحمراء وغيره تجري، جرى استيراد هذه الأبقار وجرى تهجينها بحيث تكون على المواصفات المطلوبة، وجرى أيضا ما نشهده كل أسبوع تقريبا من اقتحامات تتوسع رويدا رويدا للمسجد الأقصى. فالخطر داهم، لكن للأسف لا أحد في هذا العالم العربي ولا العالم الإسلامي يسمع ولا يستمع إليه إلا على سبيل الاستنكار العابر الذي أصبح نوعا من الفلكلور يكمل عملية توزيع الأدوار داخل الكيان الإسرائيلي. نعم. السؤال هنا، إذا ما يعني مدينا خط تصريحات وهذه المواقف الإسرائيلية الأخيرة من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى والتصريح المستفز اليوم لبن جفير مع تعمد إسرائيل فتح بعض الاشتباكات والجبهة اللبنانية على مصراعيها، لو مدينا الخط هنا على نية إسرائيل في التعامل مع المفاوضات والأوراق والمبادرات المتتالية اللي بتطرح، في رأي حضرتك ماذا تريد إسرائيل؟ يعني إسرائيل تريد فكرة الهروب للأمام وفكرة التقدم لما تسميه الحل النهائي، أي تخليص فلسطين كلها من الفلسطينيين وإحلال كيان إسرائيلي من النهر إلى البحر. هذا كلام يمضون فيه منذ فترة، لكن طبعا ليس كل ما يراد يتحقق لأن هناك أطرافا أخرى، أهم هذه الأطراف هو الشعب الفلسطيني نفسه الذي تكاثر سكانيا على الأرض المقدسة، ومن هنا زادت هذا التكاثر من الرعب الغريزي لدى الكيان الإسرائيلي، خاصة التيار الكهاني كما يطلقون عليه الذي يمثل اللحظة الراهنة من حياة هذا الكيان. خام كهانة وحركة كاخ كما هو معروف كانت ترتعب من فكرة اختلاط اليهود بالفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة بالزواج أو بغير الزواج، وكان يسعى إلى تهويد كل شيء، أي منع الازدواج اللغوي في الكيان الإسرائيلي الحالي بين العبرية والعربية وفي التعليم وإلى آخره، أو تسميات الشوارع أو تسميات المدن أو إلى آخره. يذكرني ذلك
لأنه التاريخ دار في دائرة كاملة. حين قامت هذه الإسرائيل كان العرب عن حسن نية وعن نزعة نفسية غلابة يريدون إنكار ما جرى، وكانوا يتكلمون عن العصابات الصهيونية وإلى آخره. يعني دار الزمن دورته، كان هذا الترديد من العرب وقتها عن العصابات الصهيونية من المشكلة بسيطة نوعا من الإنكار أو الرغبة في عدم رؤية ما يجري. دار الزمن دورته وأصبح الكيان وقادته يميلون إلى هذا الإنكار، كأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني يمنع وجوده بالآلية. فمن هنا زادت الوتيرة التسميات وإصدار قانون ما يسمى قانون القومية اليهودية وإلى آخره، بحيث أنه يعتبر أن اليهود هم أساس هذه الدولة وكن كل الآخرين مجرد ضيوف ووجودهم عابر. أيضا تزايد النزعة الانتحارية في تقديري، يعني نزعة علي وعلى أعدائي يا رب. ففكرة الحل الأخير، هل يستطيع الكيان أن ينفذ ذلك؟ تقديري أنه يرغب في ذلك، لا شك في ذلك، وأن هذه الرغبة غالبة بين الجمهور الإسرائيلي حتى لا يخدعنا أحد نفسه. إنما الكلام عن الفرق ما بين الرغبة والقدرة، القدرة هذا شيء آخر، لأنك إذا كنت أسقطت من الحساب بظواهر الحال كل أثر للدول العربية والإسلامية، وهي الحقيقة أثرها غير المرئي يوحي بإهماله، إنما هناك شعب فلسطيني. هذا الشعب الفلسطيني عبر كل هذه السنوات، لا نتحدث عن تضحياته ولا عن بسلته ولا عن احتماله العجيب الصبور، هذا أيوب العصر، الشعب الفلسطيني أيوب هذا العصر. صحيح. وأيوب هذا العصر ينهض كلما تصورت أنك أطلقت عليه الرصاصة الأخيرة. من هنا الوضع سيظل فيما نسميه توترا أو كذا أو كذا إلى مدى طويل جدا. مدى طويل يعني إيه؟ يعني عشرات السنوات المقبلة. طب هنا بين قوسين بس، يعني قد إيه؟ يعني على الأقل 20 سنة مقبلة سنظل في حالة التوتر على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية. بين قوسين كبيرين هنا، لما حضرتك تحدثت عن تهويد القدس وتهويد الأقصى وفكرة المشروع الهوية القومية اليهودية، نحن نعلم الواقع، لكن حتى على مستوى المسميات والشعارات والمؤسسات الدولية والدول الديمقراطية التي تتغنى بأنه ما فيش دول بتقام على عرقيات أو أديان وأنه لازم يبقى الحكم على أساس مدني وكذا، إزاي إسرائيل بتبيع للعالم الغربي والأمريكا والأمم المتحدة فكرة الدولة اليهودية والقومية اليهودية؟ هم لا يحتاجون أن يشتروا ما تبيعه إسرائيل، لأنه أولاً الحركة الصهيونية هي في الأساس حركة غربية، هي بنت الغرب. فالدعي ابن الدعي سواء أمريكا أو إسرائيل أقامت هاتان الدولتان على نفس الأساس، الإبادة العرقية المكثفة بمئات الملايين أو حتى بصورة أقل حجما في حدود الشعب الفلسطيني. أي. فهذه الإبادة هدفها ببساطة أن أنت بتعمل استعمار استيطاني إحلالي، بتجيب ناس تحت دعاوى وأساطير بتقول أن اليهودية ليست دينا، اليهودية قومية، ومن ثم لا يلزم للمرء أن يكون حتى متدينا حتى يكون صهيونيا لأنه عرق. يعني الفكر الغربي بيعتبر اليهودية قومية مش دين. الصهيونية أساسها كده دمج فكرة اليهودية كدين بالقومية. بمعنى أنت لما تيجي تتأمل نشأة هذه الإسرائيل، كل قادتها الأوائل حايم وايزمان اللي نصب رئيسا أو بن جوريون اللي كان أول رئيس وزراء ويعد مؤسسا لهذا الكيان، وصولا لعدد كبير من القادة، وصولا لشيمون بيريز وإسحاق رابين قادة ما يسمى حزب العمل وولدة مائير في الطريق، كلهم كانوا في العرف الديني ملاحدة. يعني لا يؤمنون، يعتبرون اليهودية تراثا ثقافيا، يعني هذا شيء يجمعنا وخلاص.
فإذا كانت هذه الأساطير مفيدة لا بأس بها. إنما الآن مع الرعب الغريزي الذي تواتر في العشرين سنة الأخيرة من زيادة أعداد الفلسطينيين، لأن أنت دلوقتي قضيت على شتلة الشعب الفلسطيني بطرد 800,000 800,000 سنة 1948. تمام. هذه الشتلة خرجت إلى الدياسبورة الفلسطينية والشتات الفلسطيني، نشأت شتلات أخرى على الأرض المقدسة، سواء في اللي بنسميه أرض 48 أو في الضفة والقدس أو في غزة. وهذه الشتلات تنمو بشكل كبير ومتزايد، ثم أنها تتحول من مجرد أعداد، قد يقول بعض أنه عدد في الليمون، إلى كيف متزايد الإحساس بهويته المنفصلة، ومن ثم برغبته في نيل حقوقه التاريخية. إسرائيل رفضت أكيد تاريخيا كل الحلول التي تتضمن فكرة الدولة ثنائية القومين، لأنها أصبحت تدرك مع هذا التطور أن احنا عملنا زي جنوب أفريقيا كده، صوت واحد للرأس الواحد، سوف يكون الحكم الفلسطينيين، ومن ثم ينتهي هذا المشروع. في التالي أيضا فكرة الدولتين التي طرحها التيار الأول اللي هو تيار حزب العمل الأشكنازي الغربي التكوين، الذي لا يهتم بالأساطير اليهودية بصورة كافية، كان تركز على فكرة فصل الكيانين، يعني إقامة دولة فلسطينية وربما إجراء تغييرات في توزيع الأراضي بضم مناطق من الجليل إلى الدولة الفلسطينية مقابل أخذ أجزاء أخرى، بحيث يتصدى لهذه الكثافة السكانية الفلسطينية ويقيم دولته على أساس من أغلبية يهودية، لأن هذا لم يعد مضمونا. صحيح. مع هذا الرعب زاد التأثير التيار الهلع كما قلت تاريخيا، في أنه لا، ولا شبر أرض، إحنا ليس لنا من سبيل غير مش بس نفصل عشان نتخلص من الأغلبية السكانية الفلسطينية، إحنا نطرد الفلسطينيين من الأرض المقدسة. فهنا الجزء الخاص بإقامة ما يسمى هيكل سليمان، وهذه خرافة، يعني كل الدراسات عن هذا الهيكل المزعوم لا تصل به إلى شقة أوضتين وصالة، يعني مش لا هيكل ولا نيلة، يعني ولا في أي أساطير من هذا النوع، يعني كلها أساطير مصنوعة. طيب سؤالي هنا يا دكتور حليم، هنا المنازلة الكبرى التي يتصورون أنها الحل النهائي بتجري الآن. صحيح أنها تجري بدون ظروف عربية مواتية من حول القلب الفلسطيني، طبعا معاكسة جدا، لكنها تجري وستجري، لأنه ليس بإرادة أحد مفتعلة أن يتصور أنه يمكن إقامة علاقات سلام مستقرة مع هذا الكيان. كل هذا الكلام أوهام عربية سوف تزول في أجواء ساخنة للمواجهة. طيب على مستوى المفاوضات مرة ثانية الجارية، المفاوضات، لا غير المفاوضات، يعني مش هتكلم عن المفاوضات نفسها، هتكلم عن، بحاول طول الوقت نفهم كيف يفكر قيادات الكيان. المفاوضات خلاص أصبح واضح للعيان حتى من غير المتخصصين ان اسرائيل بتماطل وبتضيع الوقت، وزي ما حضرتك قلت كده بتحاول انها يعني تتراجع الى الامام وصولا الى الانتخابات الامريكيه في نوفمبر، مع كسب اطول فتره ممكنه للقضاء على اكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، ده بالنسبه للمعركه الحاليه، وفقا للهدف الاسرائيلي. لكن في كل ده نتنياهو بالتاكيد وجيش الاحتلال ايقن انه لن يستطيع ان يعيد الاسرى بهذا الشكل بعد فشل استمر 11 شهر واقترب من العام. ملف الأسرى الإسرائيليين اللي موجودين عند حماس ده لا يشغل بال إسرائيل ولا يشغل بال نتنياهو؟ لا، هو يشغل بال أهالي الأسرى بس، وهذا تحول في الكيان نفسه. هذا الكيان من قبل كان عنده حساسية كبرى إزاء خطف أو أسر جندي واحد. صح. كلنا يذكر واقعة الجندي جلعاد شليط، وكان نتنياهو في جلعاد شليط ده الجندي الإسرائيلي اللي تم اختطافه من قبل حركة حماس، واستبدل بألف أسير، ألف وكذا، يعني 1200 أو 1300، ومن بينهم يحيى السنواري الذين عادوا. صح. فنتنياهو سلم بذلك وقتها، لأنه كانت الروح
الأولى اللي هي روح الكبوتزات وزرع اليهود في الأرض وجيش الدفاع وإلى آخره، كانت لا تزال أثرها قائمة. قبل زحف المتصل لليمين المرتعب من التطور الجاري، لأن أنت ببساطة أنت تقدر تجيب لي أسلحة الدنيا كلها، أمريكا خزانة مفتوحة تقدر تعمل لي، بس متى تفيد أن تحمل كل أسلحة الدنيا على كيان هزيل معرض للتداعي من داخله؟ لأن أصل فكرة الاستيطان إن أنا بجيب ناس أزرعهم في أرض وأشيل الناس الأصليين. ما لم تستطع إنجاز هذه الدورة وتهمش أو تلغي وجود السكان الأصليين لن يستقر لك مقام. صح، وهذا موجود في التجارب التي لم تنجح. كويس. سواء في جنوب أفريقيا أو في الجزائر. لا تمام، بس ارجع لي لفكرة كيف يتعامل نتنياهو مع ملف الأسرى. لا يتعامل نتنياهو مع ملف الأسرى لم يعد يبالي ببساطة، لأنه هو ما يبالي به نتنياهو، نتنياهو من أول انتهاء حكومات ذات المغزى في تاريخ الصهيوني واخرها مناحم بيجن واساطير الكبرى التي صنعوها كعسكريين او كسياسيين، دخلنا لمرحله حكومات التيك اواي، كانت مرحله انتقاليه اللي هو يهود اولمرت ويهود باراك قبله وتسيبي ليفني وغيرها، ثم دخلنا الى عصر اليمين اللي احنا بنسميه يمين اكثر تطرفا. نتنياهو ليس منفصلا عن هذا اليمين، هو بالنسبه لفرق بينه وبين بن غفير او سموتريتش هو فرق اداء مش اكتر، يعني لان انت لو شفت خطابه امام الكونجرس هذا الخطاب في هذا السير كلم عن انه في صراع بين الحضاره والبربريه، هو محق في ذلك ان هو صراع بين التحضر والبربريه، بس هو اخطا في تحديد مكانه في هذه القسمه الثنائيه، هو بالتاكيد في الجانب البربري وبالتاكيد حكومة أمريكا في الجانب البربري وليس في الجانب المتحضر يعني. نعم. فأنت هنا الكلام عن الحساسية الإسرائيلية القديمة جدا كانت مركزة تجاه فكرة استعادة الأسرى وحياة اليهودي وشوية أساطير كده كانوا يصنعونها للتغليف لم تعد قائمة، لذلك فكرة الأسرى أهالي الأسرى هم اللي يتظاهرون من أجل إنقاذ أبنائهم، وده ما بيشكلش ضغط على حكومة إسرائيل؟ لا يشكل، بدأ أنه يشكل ضغطا في البداية، لكن مع سيادة اليمين، لأن احنا أحيانا بنخطئ في قراءة المشهد السياسي الإسرائيلي، المشهد السياسي الإسرائيلي من حيث التوجه ليس فيه معارضة، فيه صور متدرجة من نفس اللون اليمين. يعني مثلا يعني في يمين ويمين قوي ويمين قوي قوي يعني مش اكتر من كده، الوان ودرجات طيف من هذا النوع. يعني مثلا نتنياهو رئيس الحكومة، بيني جانتس اللي احنا بنقول عليه وكذا ويهدد وكذا، او لابيد او 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 ما كانت المعارضة القديمة فكرة الثنائية الاسرائيلية كان فيها حزب العمل في المقابل. صح. حزب العمل لم يعد احد يسمع عنه. مظبوط. حتى بعد ان اخذ حقنة اصطناعية بتولية يائير جولان وهو رئيس اركان سابق. مظبوط. فانت في النهاية ميرتس على الهامش، يعني في اشياء اصبحت على الهامش، اصبحت ذكريات بالنسبة لتاريخ الكيان الاسرائيلي، بينما كانت هي العناصر المؤسسة، يعني شيمون بيريز بتاع حزب العمل هو اللي اسس البرنامج النووي الاسرائيلي، كان في خيال وتصورات، هو الان بيشتغل يوم بيوم في ظل الاسماء الموجوده. من المؤكد ان نتنياهو اكثرهم خبره واكثرهم كفاءه، لا بيني جانتس ولا لابيد ولا غيره. فهنا لابيد مثلا ما كان رئيس حكومه لبعض الوقت، كانت سياسته في الضفه الغربيه قايمه على جز ما يسميه جز العشب، يعني الحرب المتصله ضد الفدائيين الفلسطينيين. دي الفكرة. فالفكرة من الزاوية التاريخية بتكلمنا عن تفاوض، لا ما فيش تفاوض، وإلا ما كانت هذه الأغلبية ساحق في الكنيسة من كافة هذه الأطياف ضد مبدأ السماح بكيان فلسطيني أو دولة فلسطينية. في المدى الجزئي القريب الخاص بالتفاوض على أسرى
المفاوضات كما نعلم كلنا نتائجها انه الولايات المتحدة الأمريكية تصطنع تفاؤلا، هذا التفاؤل داخل في سياق الخلافات العائلية بين حكومة إسرائيل في واشنطن وحكومة نتنياهو في تل أبيب، هي تريد فسحة من الوقت مش أكتر، تمرر معها الانتخابات الأمريكية، قد تفيد كامالا هاريس في الفوز بأصوات العرب الأمريكيين المؤثرة في عدد من الولايات المتأرجحة. فمن ثم التفاوضات التي جرت في الدوحة وفي القاهرة وقبلها بشهور تدور وتلف في دائرة مفرغة. دائرة مفرغة بتقول ايه؟ الجمهور نفسه، كافة المشاهدين اصبحوا يعلمون الاتفاق الثلاثي، مرحلة اولى يحصل فيها كذا، ومرحلة ثانية يحصل فيها كذا، ومرحلة ثالثة يحصل فيها كذا. كل شوية يقدموا ده ويأخروا ده ويغيروا في اللون. فهنا مع تزايد تأثير نتنياهو على السياسة الأمريكية الداخلية في لحظة الفوات الحالية من هنا لحد انتخاب الرئيس المقبل ودخوله للبيت الأبيض مع أوائل العام المقبل، نتنياهو أصبح سيد البيتين، سيد البيت الإسرائيلي في تل أبيب وسيد البيت طيب. الإسرائيلي. اسمح لنا يا أستاذ حليم نطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نأخذكم إلى الجبهة اللبنانية اللي اشتعلت كمان هذا الأسبوع وحصل فيها بعض المناوشات وصواريخ ومسيرات من حزب الله، وإسرائيل عملت ضربة استباقية وكلام عن أن الملف مرشح للتصعيد، وبعض السيناريوهات الأخرى بتقول لا هو ده نوع من أنواع الاشتباكات، بس كل طرف بيقول للتاني أنا هنا لكن لا أحد يرغب في تصعيد هذه الجبهة أكثر. هنسأل الأستاذ عبد الحليم في هذا الملف بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، حوارنا موصول في القراءه السياسيه مع الاستاذ الدكتور عبد الحليم قنديل، وننتقل الى الجبهه اللبنانيه. في رايك اللي حصل الاسبوع ده دكتور عبد الحليم نفسره بايه من الجانبين؟ اسرائيل نتنياهو قال لك الضربه الاستباقيه اللي احنا عملناها دي عرفنا العدو، وهنا يقصد حزب الله، عرفنا العدو قدراتنا وعرفناه ان احنا لن نسكت على اي مساس وكذا وكذا وكذا، وان احنا اجهضنا ضربه كانت هتبقى علينا اكبر. وعلى الجانب الاخر حسن نصر الله طلع وقال انه يعني احنا بالبلدي كده اوجعنا اسرائيل، ولاول مره نصل الى العمق الاسرائيلي، وفي صواريخ لنا وصلت على بعد يمكن كيلو ونص 2 كيلو من تل ابيب، فبالتالي ده اول تهديد حقيقي للكيان الاسرائيلي. اللي حصل ده حضرتك قريته ازاي؟ لا اللي حصل تتذكر ان احنا في حديثنا في حديث سابقه عن فكره خطر الانزلاق الى حرب مفتوحه في المنطقه، أنني قلت ببساطة أنه لن تحدث حرب مفتوحة في المدى المنظور، وأنه ما سيحدث هو شيء في منزلة بين المنزلتين اللي هو فكرة ما بين الحرب المحكومة والحرب المفتوحة في منطقة وسطى بين هذين الحدين، وهذا ما شهدنا تطبيقه وسنشهد تطبيقه فيما يلي إن قررت إيران هي الأخرى الرد بعد رد حزب الله. هل رد حزب الله موجع لإسرائيل؟ لا لا. هل ضربة الاستباقية التي فعلتها إسرائيل أو ما تقول عنه ضربة استباقية كانت موجعة لحزب الله؟ لا، لأنه ببساطة لا. طب بس ليه أفهم الأول ليه لا ضربة حزب الله مش موجعة؟ لأنها ما كانتش مدمرة على مدى كبير. طبعا، لكن فكرة العمق الإسرائيلي دي فكرة مقلقة للمواطن الإسرائيلي. هي مصممة في الأساس لأغراض إيحائية، يعني فكرة إن احنا نحن قادرون على الوصول إلى العمق، لكن ليست مصممة لأغراض تدميرية مفهوم للإيجاع أو الإدماء، يعني هذا كلام. هي مصممة أيضا في المعنى السياسي العام بحيث تمنع انزلاق الأقدام إلى حرب شاملة. لماذا؟ لأن حزب الله لا يريد حربا، إن الداخل اللبناني حرب شاملة يعني يجري فيها لبنان مش مستحمل في لبنان كما جرى في غزة، لأن لبنان كما تعرف ظروف، وهو وأيضا إيران لا تريد الانزلاق إلى حرب شاملة. ليه؟ لأنه صحيح أنها تبدي اهتماما بالقضية الفلسطينية مع إخلاء أقدام الدول العربية من الموضوع، لكن هي تستفيد في ذلك في توسيع من ذلك في توسيع نفوذها، لكن اولوياتها ايرانيه. ايرانيه يعني ايه؟ اولوياتها هي المشروع النووي الايراني المتقدم.
ومش عايزه تجهضه دلوقتي الذي خالص. يكاد يعبر الى مرحله نهائيه اللي هي انتاج القنابل الذريه خلال شهور، ومن ثم فهي لا تريد ضربه اجهاض من امريكا، مش من اسرائيل، من امريكا المحتشده في المنطقه بحاملات طائراتها وغواصاتها النوويه وغيرها وغيرها في الخليج وفي البحر الاحمر وفي البحر المتوسط، لا تريد ضربه اجهاض في هذا المدى المنظور، تريد ان تنتقل الى ان تكون دوله نوويه معلنه. فده ده اولوياته. ومن ثم كما قلت من قبل، لا تبدو لايران مصلحه حتى في اجراء ضربات على طريقه حزب الله، لان المفارقه هنا معروف العلاقات بين حزب الله وايران، لكن حزب الله بخصائص الجغرافيا وبخصائص الاقتراب من القضية المقدسة يبدو أكثر أثرا في المعادلة وأكثر اهتماما بها، بينما الاهتمام الإيراني اهتمام مستعار أو تمثيلي إلى حد كبير. مفهوم. ومن ثم إيران يعني اللي حضرتك بتقوله ده ينفي بعض التحليلات اللي طلعت امبارح بتقول إنه ما فعله حزب الله من صواريخ ومسيرات هو ده الرد الايراني اللي كانت الناس مستنياه. لا 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 لا، لا هذا هو حسن نصر الله قال بوضوح في خطابه بالامس انه القرار هو ان يرد كل طرف عن نفسه. ان ايران ترد عن نفسها في واقعه اغتيال اسماعيل هنيه شمال طهران، ونحن نرد عن انفسنا، واليمنيون او الحوثيون يردون عن انفسهم. يعني الكلام واضح. هنا الفكره انه ايران سترد كانها لم ترد. اللي هو شيء يعني سد خانة. هل رد حزب الله أكتر من سد خانة؟ هو في إيحاء، مش 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 رد تدميري. مفهوم. ولا انتقام. مفهوم. هل إسرائيل كانت تعلم وأجهضت؟ هي لم تجهد شيئا في واقع الأمر، يعني لأن الذي يراقب الإعلام الإسرائيلي وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين من نتنياهو إلى وزير الدفاع إلى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يلحظ أنهم كذبوا في اليوم الواحد 3 مرات على الأقل. تحدثوا عن 8000 صاروخ، تحدثوا بعد ذلك عن 3000 صاروخ، تحدثوا يعني لا، ظلت الرواية مضطربة وكذوبة، يعني لم يثبتوا على شيء. 2، أنه من الجانب الآخر في مجرى الصراع الطويل تعود الإسرائيليون ذاتهم على أن يصدقوا حسن نصر الله بأكثر مما يصدقوا نتنياهو، لأنهم يعلمون من تراكم الخبرة أنه إيه النتيجة؟ النتيجة أننا عدنا كما كنا. يعني يعني أن حزب الله مشتبك مع كيان الاحتلال في الشمال وفي الحرب في غزة، الاشتباك لا زال قائما. هل من أثر، أنا قلت من قبل نقطة، أنه حماس مثلا المندمجة في حرب ردت في الميدان؟ طبعا أفضل رد من حيث الأثر الموجع هو رد حماس في ميدانها، في ميدان الحرب. لان احنا لو راقبنا منذ اغتيال اسماعيل هنية الى الان، هناك عشرات من الضباط والجنود الاسرائيليين سقطوا في الميدان. طبعا. في عمليات حماس، بينما في عملية حزب الله بالامس كل الذي قيل من قبل اسرائيل ان في جندي مات، جندي واحد، ومن قبل اللبنانيين حزب الله ان في 3، 2 من حزب الله وواحد من حركة امل. الكلام عن المنصات كله كلام عن 100 طائرة حربية شنت 200 غارة في التلال والوديان عشان تبقى هذه النتيجة. فإذا كان في كلام عن أنه رد حزب الله لم يكن في المستوى الملائم، وأنا أعتقد ذلك، أنا أعتقد أيضا أنه رد إسرائيل الاستباقي لم يكن أيضا كان تافها. يعني بس في تصريح مهم قاله نتنياهو امبارح يعني يخلينا نشك في فكرة ان اسرائيل مش عايزة تفتح حرب شاملة في لبنان وعايزة تفتح الجبهة على مصراعيها، لان نتنياهو قال انه ما نفعله الان في الشمال اللي هو مع الجبهة اللبنانية وحزب الله هو محاولة لتسوية الوضع ومنع كل تهديد ممكن على المستوطنات الشمالية حتى يمكن للمستوطنين ان يعودوا الى هذه المستعمرات ويقتلوها مرة تانية. ده معناه انه اللي حصل من اسرائيل ده مش لن يكون الاخير، هو طبعا لن يكون الاخير، مستوطنين بالحال ده مش هيرجعوا. ما عادت الاشتباكات في تاني يوم بعد ما اسمي بين قوسين الرد والضربه الاستباقيه خلصنا منها، رجعنا كما كنا. اللي هو الاشتباكات على الحدود. هو ايه اللي عمله حزب الله؟ هو اتصرف بصواريخ الكاتيوشا في حدود 20 كيلو اللي هي المساحه التي تجري فيها حرب، التي يسميها حزب الله حرب الاسناد لغزه.
المسيرات التي وصلت إلى شمال تل أبيب كما يقول في هدف حساس متعلق بالوحدة 8200 أو بقيادة الاستخبارات العسكرية أمان، هذا كلام. هو نفسه لم يقل ما هي النتيجة التي تحققت من هذا الوصول للمسيرات. هو اتكلم أنه أنت عندك صواريخ كاتيوشا شغلت القبة الحديدية. القبة الحديدية لكي تصل المسيرات، وامتنع علنا عن إبداء معلومة بنوع المسيرات. لكن هو من المؤكد أن حزب الله يعلم كما تعلم إسرائيل أن لديها أسلحة أخرى سبق بالأغراض الإيحائية ذاتها أن فعلها. صحيح. في تصوير الأنفاق وفي تصوير الصواريخ الباليستية وغيره. لكن أنت هنا إسرائيل كمان تريد، وده امتداد للرغبة الأصلية في الإفناء الفلسطيني وفي السيادة، إنما الفاصل والفارق بين الرغبة والقدرة قائم أيضا في موضوع الانزلاق إلى حرب شاملة. نتنياهو يرغب في حرب شاملة، لكن ما الذي يمنعه؟ نقص القدرة، وبالتالي هو يريد حرب شاملة تديرها له أمريكا. ثانية واحدة، نقص القدرة؟ نقص القدرة على حرب شاملة. إسرائيل ما تقدرش تحارب في غزة وفي لبنان حرب شاملة؟ فارق كبير جدا بين أن تعمل غارة أو تعمل عملية مخابراتية أو تعمل كذا أو تعمل كذا وأن تدير حرب شاملة. هذه الحرب الشاملة لا يستطيعها الكيان الاحتلال الإسرائيلي مع كل الآلة الحربية الإسرائيلية، مع كل الآلة الحربية المسماة بالإسرائيلية. يعني وهي آلة حربية أمريكية. لا. هو يريد للآلة الحربية الأمريكية ذاتها القائمة في المنطقة ب 45 ألف جندي وبحضور رئيس الأركان المشتركة وغيرها أن تدير عنه الحرب. ومن ثم هو لا يملك في نقطة الانزلاق إلى حرب شاملة، عكس التصرفات الأخرى اللي بيتسيد فيها على بايدن، في التصرف ده بالذات في ضوء أحمر أمريكي، لا يريدون الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة. مفهوم. لا يريدون أن يزجوا بأمريكا في حرب شاملة الطابة. تمام. احنا نسندك انما تزنقنا لا، تزنقنا لا، احنا مش في خطتنا، احنا خطتنا روسيا والصين. مفهوم. مش ما عندناش طرف من القدرة ولا الوقت ان احنا ننشغل باشياء اخرى في نفس المستوى. احنا لنا اولويات عالمية كونية الطابع. صحيح. فهنا هذا المأزق الذي يقع فيه نتنياهو، انه يريد، لكن هو تغريه هذه الشعبية التي افترضها في امريكا بانه يستطيع ان هذا الفيل الامريكي يزج به بالنيابة عنه في الحرب. ولذلك هو ينتظر ترامب، لكن ترامب كما تعودناه يقول كلاما كثيرا لكنه لا يخدم كثيرا على الحروب. ممكن لا، وترامب عنده عنوان شهير كله بتمنه على اجراءات الخنق الاقتصادي وغيرها كله بتمنه، لكن التورط في حروب تسيل فيها دماء لامريكيين، هذه نقطة الضعف في التصور الامريكي. الشيء نفسه، هذه المراوحة ما بين نريد حرب شاملة لكن لا نستطيعها، ونريد إعادة الأسرى لكن لا نستطيع عقد اتفاق، موجودة على جبهة المفاوضات. ولذلك أنا أرى أنه في المدى المنظور اللي هو إلى 5 نوفمبر حيث موعد إجراء الانتخابات الأمريكية، ستجري حالة من اثنتين. الحالة الأكثر توقعا ألا يحدث أي تقدم في المفاوضات ووضع شروط وعصا في العجلات على طريقة تب محور فيلادلفيا مش عاوز أخرج منه، تب نتسريم، تب كذا، تب فتش على الكذا كذا. ليه بيعمل ده؟ بيعمل ده لأن هو مقدم على الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر، ويريد أن يبدو فيها بطلا. ومن ثم أستطيع أن أكون بطلا والحرب جارية، لكن لو الحرب توقفت سيبدأ الحساب، هو أنا انتصرت ولا انهزمت؟ صحيح. طب احتفل بإيه بالظبط؟ فهنا ساعتها حماس هي اللي تحتفل. يعني أنا فهنا بقى الكلام حدي، مش القضية قضية استعادة أسرى. ففي ظل هذه الحدية لا حماس تستطيع، يعني المعروض أن يعلن أحد الطرفين استسلام. لا يوجد عاقل يتصور ان حركة حماس او حركات المقاومة الفلسطينية تشهر استسلام. صح. وامتناع حركات المقاومة عن اشهار الاستسلام يعني انتصار، بينما
عجزه عن تحقيق الأهداف الأصلية التي دعمها، القضاء على حماس واستعادة الأسرى بالقوى المسلحة وإنشاء حكم عميل في غزة وإلى آخره، هذا الكلام عجزوا عنه في هذه الحملة المروعة التي ستكمل العام في تقديري. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون موضع التقاء جزئي بين الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي، وأمريكا داخلة في المسرحية بدورين، داخلة باعتبارها طرفا مشاركا في حرب الإبادة الجماعية الجارية تحت عنوان حماية إسرائيل، لأنه اتضح بعد كل هذا العمر أن إسرائيل لا تتفاخر بقوتها، محتاجة دائما بلطجي لحمايتها، هي راقصة تحتاج إلى بلطجي يعني يحميها في كل مساء. فهنا لكن الوضع دلوقتي نقطة اللقاء هي أنه طب خلونا ننفذ المرحلة الأولى فقط، وهذا ما ترجوه واشنطن قبل رحيل بايدن من سيد البيتين اللي هو نتنياهو، تريد منه أن يسمح بأنه طيب خلينا ناخد المرحلة الأولى اللي ما فيهاش وقف إطلاق نار دائم، فيها وقف إطلاق نار موقوت لستة أسابيع، وخلينا ناخد بعض الأسرى ومنهم ذوي الجنسية الأمريكية إضافة للجنسية الإسرائيلية، ونكسب هدوء ونوحي بأن احنا بندخل المساعدة وإن شاء الله ما نوصل للمرحلة الثانية، وبعد بقى خلاص بقى الانتخابات خلصت ابقى حارب تاني يا سيدي لو انت عاوز تحارب، وانتظر ترامب اللي زجالك. فهي دي الفكرة، هذا هو في أفضل الظنون ما يمكن أن تطور إليه الأمور أو ما تريد أمريكا في هذه المرحلة. ولذلك احنا كل يوم نسمع محور فيلادلفيا، طب محور فيلادلفيا هو شأن فلسطيني ولا شأن مصري؟ هو شأن له طابعان، هو شأن مصر رغم انها ارض فلسطينية لانه شيء متعلق بملحقات ما يسمى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية، اتفاق الذي عقد في 2005، ان انتوا هنا احنا قال شارون لما كان رئيس وزراء احنا هنطلع القوات الاسرائيليه من هذا المحور طول 14، هو في الارض الفلسطينيه صحيح، يعني لان بعض الناس عندها خلط ان محور فيلادلفيا ده موجود في الارض المصريه، هو موجود محور صلاح الدين في الجهه المصريه وموجود، لكن الكلام عن الجهه الفلسطينيه ومعبر. فهنا التفاؤل الذي تبديه امريكا هو تفاؤل يتعلق بالتفكير بالتمني بالرغبات، احنا عاوزين يحصل كده، لكن هيقدروا يحصل او ما يحصلش، ده هذا هو التحدي المطروح في الايام القادمه. فنفس المراوحه بين هنبقي الحرب على حالها محصوره في غزه ام نمدها الى حرب شامله، نتنياهو ببساطه مش بس فشل في غزه وفشل في الشمال، نلاحظ معا ان الاول مره في تاريخ هذه الاسرائيل اللي هي محمية أمريكيا وكذا وكذا وأرقى التكنولوجيات الحربية وأرقى كذا وكذا، هي كل اللي لدى أمريكا لديها وفي جيبها، فرضت عليها منطقتان عازلتان، واحدة في الجنوب في مستعمرات غلاف غزة خرج السكان اللي فيها وراحوا إلى يسمون المركز، في الشمال، وواحدة أخرى في الشمال. لأول مرة كانت إسرائيل اللي بتفرض على لبنان مناطق عازلة وتفرض على سوريا مش عارف إيه، ولما تيجي تعمل اتفاق سلام مع حد تعمل نزع سلاح لأول مرة. فمن ثم نتنياهو بيلعب بالبيضة والحجر، صحيح يستفيد مما يفعله بن جفير وسموتريتش دون أن يبدو بوجه كالح كما يبدوان، لكنه في نفس الوقت في مأزق عظيم جدا، لأنه المأزق إيه؟ المأزق إن هو لا يستطيع الوفاء بأي وعد نحو إعادة المواطنين الإسرائيليين أو إلى الشمال. في 16 بلدة إسرائيلية في الشمال أخليت من سكانها، صح، ودول قاعدين في الفنادق في تل أبيب وفي غيرها وعلى نفقة الحكومة، ودول اغلبهم يقولون حتى لو قلت لنا ان احنا خلاص كده احنا مش هنرجع، لازم يقول لنا حزب الله ان احنا نرجع، لان احنا ما نضمنش. انتوا طرحين ايه؟ انتوا طرحين كلام ليس له اي معنى، احنا عاوزين نخلي حزب الله ينفذ القرار 1701. بيقول ايه القرار؟ ان قوات حزب الله تبقى في شمال نهر الليطاني، يعني على بعد 10 كيلومترات شمال الحدود الحاليه او ما يسمونه الخط الازرق، لكن
هو لما يرجع ورا 10 كيلو هل يعني ذلك زوال خطر؟ ده عنده صواريخ وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. لا يعني زوال خطر. يقول لنا ان احنا نرجع. يقول لنا حسن نصر الله نرجع. انما ما يقولناش نتنياهو، احنا جربنا على نتنياهو عشان كده كانوا غايه في الانفعال رؤساء البلدات المهجوره دي بالامس لما قالوا لهم في اسرائيل ان احنا سحقنا الخطر وادنى الخطر في مهد ودمرنا ال 8000 صاروخ. انت زدت العبء لان هم ما هم صدقوك. كنت قلت لهم هيرجعوا في العام الدراسي الجديد والعام صحيح. الدراسي يوشك على الدخول. هيرجعوا امتى وازاي؟ ففي النهاية هذا الجزء من كيان الاحتلال او من شمال فلسطين المحتلة كان الجزء الاغنى من هذا الكيان. اولا هو الجزء الاجمل في طبيعته، الجزء الاكثر سياحية. اتنين مصانع الكيماويات ومصانع التكنولوجيا وكلها كانت في هذا الشمال. واسرائيل وهي بتنتظر رد حزب الله خسرت اكتر مما خسرت يوم الرد نفسه. يعني اخلت كل هذه المصانع، كل هذه البلدات، اخلت كل شيء تخوفا من رد. ففترة الانتظار كانت اقصى على اسرائيل من الرد نفسه طبعا. انما النتيجة الكلية لا انزلاق الى حرب شاملة ولا وقف اطلاق نار او وقف العدوان في غزة بصورة دائمة. بشكرك شكرا جزيلا، احسنت ووفيت استاذ دكتور عبد الحليم قنديل. نلتقي مساء الاثنين القادم على خير ان شاء الله.